عليكم جميع السادة الحضور، رئيس المؤتمر، أساتذتي. طبعا شاكرة ليكم جدا دعوتي النهاردة باسم مجلس الشيوخ وباسم لجنة الصحة في مجلس الشيوخ. أنا بشكر الدعوة الكريمة. Dear guests, thank you very much for being with us today. Actually, in these circumstances, it is a privilege and to have you with us today. Thank you for coming, everyone who has traveled to come to Egypt in these special circumstances. We really appreciate your presence. أنا سعيدة طبعاً أن أكون النهاردة في الجمعية اللي بتهتم بالصعيد. في الفترة الأخيرة إحنا طبعاً شايفين الاهتمام الرئاسي الشديد بالصعيد الذي كان مهمل في فترة من الفترات. فإحنا النهاردة في محفل رائع أن إحنا بنهتم بالصعيد وبنهتم بالسكر. الاثنين دول حقيقة يعني ميجور حاجة جامدة إن إحنا نلقي الضوء عليهم في مؤتمر زي ده. فأنا طبعاً بشكر السادة القائمين وبشكر الجمعية المهتمية بهذا الموضوع في صعيد مصر. مفيش حد النهاردة في مصر ما عندوش مريض سكر في العيلة بتاعته. ونشكر ربنا إن إحنا بفضل المبادرات الرئيسية إحنا عندنا النهاردة 7 مبادرات صحية رئاسية كلها بتهدف إلى الإنسان المصري يبقى بصحة جيدة وفي حياة كريمة. من ضمن المبادرات طبعاً اللي هي إن إحنا بنشوف كمان مين اللي عنده سكر، وفي ناس كتير أعتقد بتكتشف إنها عندها سكر لأول مرة. إحنا في مجلس الشيوخ الحقيقة بنهتم قوي بالأمراض المزمنة، وبنهتم إن إحنا نساعد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على قد ما نقدر، ونوصل الصوت بتاع الشعب والصعيد في الأمور اللي هي شوية ممكن تكون لسه ما فيش الاهتمام الكافي بيها. الفترة الأخيرة إحنا كنا مهتمين جدا بالصعيد في مجلس الشيوخ، وعندنا النواب زملائنا الحقيقة شاركوا بكذا حاجة موضوع صحي للقيام والنهوض بالمستشفيات في الصعيد. إحنا بنمد إيدينا إن إحنا محتاجين منكم أفكاركم، لو محتاجين في حاجة في السكر نساعد بمبادرة أكثر، يعني حاجة تكون دقة أكثر. إحنا طبعاً مستعدين لأن إحنا بنقدر نأكسس حاجات كتير فنقدر نساعد في الجزء ده. أتمنى ليكم مؤتمر رائع، وأهتم نفسي إن يكون النهاردة يوم حلو والشمس مشرقة عشان الفيزيتورز. طبعاً is a very good day today. We have sun. We have الويذر از فيري جود. فاحنا نتمنى ان هو يبقى يوم سعيد ليكم. واحنا عارفين طبعا ان ابر ايجيبت الجو احسن من 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 القاهره شويه. فاهلا بيكم وسعيدا اني اكون معاكم. It is an honor. Thank you very much. شكرا.